إلى موضوع آخر، وبعد أيام فقط من عيد الأضحى المبارك انطلقت عملية ترحيل 5 أحياء قصديرية بمدينة وادي زنات بجالمة، ويتعلق الأمر بحصة 110 سكنا اجتماعية الخاصة بالإحصاء الوطني 2007 الخاص بالبرنامج الوطني للقضاء على السكن. أن اضطرت السلطات المحلية إلى تسليم المفاتيح لأصحاب الشقق في جو من الفرحة والبهجة. المزيد مع فاطمة زهرة الشماخ. عندي 25 سنة وحنا في قربي صابرين واليوم الحمد لله فرج علينا ربي العالمين. أنا الحمد لله ربي مشكور. تقول هذه العملية في إطار القضاء على السكن هش السكنات التي الهشة التي تم إحصائها سنة 2007. هذه الحصة متكونة من 110 سكن، وستتبعها إن شاء الله في القريب العاجل ترحيل 200 عائلة كذلك في انتظار تهيئة هذه السكنات.